يا حديد روحانية، إن كنت مسمار ولا فاس، إن كنت مفتاح ولا بريمة، إن كنت سيف ولا إبرة، إن كنت محرات، إن كنت مشبك شعر، إن كنت مروحة موتور، إن كنت مطرقة، إن كنت سيخ، إن كنت جنزير خردة في التراب، فيك روحانية، عشان ما بين الرب والحديد فيه ابن آدم. فكرت ان انا اشكل اعمال فنية بخامة الحديد اللي هو يعتبر خامة صعبة للتشكيل، انه كان عندي ركن فاضي في البيت عايز اكمله بقطعة نحت، فاخترت انا خامة الحديد بالذات عشان اعمل هذه القطعة الفنية، وعملتها فعلا. وبعدين الاستاذ بكار شافها بالصدفة فرشحها انها تتعرض في معرض سان باولو في البرازيل سنة 1959، وبعدين فوجئت بان القطعة دي فازت بالجائزة الدولية لفن النحت، فده شجعني على الاستمرار. وبعديها بسنة اشتركت في بيانالي الاسكندرية وحصلت على الجائزة الاولى، وتشجعت اكتر واكتر واستمريت في الانتاج، وعرضت في سان باولو لتاني مرة سنة 1964، وحصلت على جائزة النحت الدولية للمرة التانية، وده خلاني أنا أستمر بعنف وقوة في هذا المجال. طريقتي انا في العمل مفيش تصميم مسبق بعمله لاي قطعه من اللي انا عملتها دي، هي بتيجي لوحديها تقريبا من واقع الاشكال الخامات اللي انا بجيبها من وكاله البلح، هي اللي بتوحي ليا بالشكل نفسه اللي انا يعني هعمله بعد كده. والطريقه اللي بشتغل بيها من الناحيه الفنيه هي مش طريقه تجريديه ولا طريقة تشخيصية، هي طريقة تعبيرية عشان بتعبر في الآخر عن شكل معين بينتج من العناصر بتاعة الخامات اللي أنا بجيبها من وكالة البلح. وطريقتي في العمل إن أنا أبتدي من جوه العمل الفني، من المركز، من القلب، وبعدين أبني عليه لغاية لما يكتمل الشكل النهائي، وعشان كده نقدر نسميه نحت في الفراغ عشان الهواء والشمس بيتخلل هذه القطعة الفنية. بالنسبة للعمل الفني اللي انا بعمله ده ما بقدرش اشتغل فيه على طول، هو قطعة ساعات يقعد 6 أشهر، ساعات يقعد 8 أشهر، 4 أشهر، لكن متقطعين، يعني بتعب فعلا بسيبه شوية، وعندي انا اشغال تانية برضو لازم مضطر اعملها زي الديكور وزي التصوير وزي التدريس في الكلية، فبسيب العمل شوية وارجع له تاني بعد كده عشان اقدر يبقى عندي رؤية جديدة، وممكن استعمل خامات تانية اقدر اجيبها من وكالة البلح اللي هي الخردة
فده بيخليني يعني اقدر اكمل العمل بتاعي على اكمل وجه.